ابنت كارلا حداد وتوني أبو جودة بأحدث ظهور لائلة، شاهدوا ملامحها الجميلة وكم كبرت بسرعة. شاركت الإعلامية اللبنانية كارلا حداد المتابعين عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام صور من أجواء يوم عائلة قضته برفقة بنتها ليا أبو جودة من زوجة السابق الإعلام اللبناني توني أبو جودة وشقيقة روي حداد. وظهرت كارلا بالصور اللي نشرتها برفقة بنتها وشقيقة وهن وعم يستمتعوا بوقتهم بالطبيعة، وأرفقت الصور بتعليق كتبت فيه: يوم العائلة هو أفضل يوم. وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصور، إذ ركزت التعليقات على ظهور ابنة كارلا وتوني ليا وأثنوا على جمالها. ومن ناحية تانية كانت عادة علاقة الإعلامية اللبنانية كارلا حداد بزوجة وائل قسيس لا تتصدر حديث المتابعين من جديد، وذلك بعد أن ظهرا معا لأول مرة منذ انتشار شائعات طلاق منذ مدة. وبالتفاصيل شاركت كارلا المتابعين عبر خاصية القصص المصورة عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام أجواء استمتاعها بوقتها على البحر، وكان لافت من بين الصور اللي شاركتها كارلا صورة ظهر فيها زوجة وائل برفقة شقيقة روي وعلقت عليها العائلة مع قلب باللون الأحمر. ويعد هالظهور لزوج كارلا حداد هو الأول لإله بعد فترة طويلة من الغياب عن ظهور الثنائي معاً، وتحديداً من بعد إعلان زواجهم وانتشار شائعات طلاق بعد فترة قصيرة من ارتباطهم، وهو الأمر اللي أثار مزيد من الجدل حول هالأمر. أثير موضوع طلاق كارلا حداد من زوجة وائل قسيس بعد مفاجأتها للمتابعين عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام بحذف كل الصور اللي بتجمعهم بالإضافة لصور زواجهم، وأثارت هالخطوة اللي قامت بها كارلا الكثير من الجدل، حيث اعتقد الكثيرون إنه الانفصال حدث بينها وبين وائل. وبتصريح خاص لموقع الفن أكدت كارلا إن لم تنفصل عن وائل، وقيام بحذف صور زفافة والمنشور اللي أعلنت من خلاله طلاقة من زوجها الأول الإعلام اللبناني توني أبو جودة هو لأن قررت أن لا تقحم حياتها الشخصية على السوشيال ميديا وتبقيها بعيدة عن الأضواء.